أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه 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 طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعد سبحان الله تسخير، يعني إني أجزت بسند متصل عن شيخي الشيخ سليم أبو زيدة ربي يبارك فيه، كان سبب. وبالنسبة لي للشيخ سليم أبو زيدة كان له يعني الفضل في تحفيزي على إني أجمع القرآن بالقراءة العشر الصغرى، كان ديما يحفزني ويقول لي بالنسبة لي لك أنت يكون فرض عين لأنك متقنة، عندك الكفاءة. وإحنا في تونس تقريبا يكاد يكون السند منقطع يعني، فربي يبارك فيه كان له الفضل. بعد ما أتممت عنده قراءة العشر الصغرى يسر لي ربي سبحانه أني أتصل بالشيخ عبد الفتاح هيكل، هو مدرس في الأزهر، وجمعت عليه قراءة العشر الكبرى. نسألك بحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين. الحمد لله. هو يعني تقريبا بالنسبة لل كنت يعني كل عام أختم الربوع الحمد لله تكون بملاحظة يعني حسن جدا كل ربع. آخر سنة ختمت القرآن يعني كاملا، وشاركت في مسابقة الجهوية وتحصلت على الجائزة الأولى على مستوى صفاقس. وبعد سبحان الله دخلنا يعني في الإجازات، فالحمد لله كل مرة يعني الحمد لله بتوفيق من الله. أنا ديما أقول والله ما وفقني الحق سبحانه وتعالى من باب القرآن إلا بأدبي الظاهر والباطن مع شيوخي، وأنا نشوف لهم الفضل. وكل ما الإنسان يبدأ ختمة للقرآن القرآن إلا وسبحان الله يتذكرهم وبكل يدعو لهم عن ظهر غيب، كذلك إذا أتممت الختمة لا أنسى فضلهم علي ما حييت حتى ألقى الله. فاللي علمك القرآن يعني ما تنجمش أنت ترجع له، يعني تركنا أجرهم على الله. إنه والله إحنا لسنا كفؤ، ولكن الحق يعني شرفنا بهذا العمل تصديقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخير كل الخير فيه من تعلم القرآن وعلمه، ولكن لنتفطن إنه راهو تعليم القرآن ليس حروف، راهو يجب الإنسان ديما نقول على حامل القرآن كما حمل في صدره حروف القرآن، عليه أن يطهر هذا القلب، عليه أن يزكي هذا القلب. هكذا كانت الدعوة المحمدية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. احنا تحفيظ للقرآن والله ديما نقول ما زال إقبال الشباب بصفة يعني ضئيلة جدا صراحة مقارنة عدد النساء، صراحة هو ديما يفوق عدد حتى الذكور، واللي هما يمكن من عمر 30 فما فوق يكون إقبالهم أكثر. رسالتي للشباب أنه سبحان الله هذا هو أنه أكبر وتجارة أنك تمشي فيها في الحياة هذه، حفظك لكلام الله. القرآن سبحان الله شافع مشفع، كل حرف سبحان الله بعشر حسنات. تخيل أن الإنسان له ورد يعني فآلاف الحسنات. القرآن بركة في وقتك، بركة في أعمالك، بركة في رزقك، بركة في بيتك، حصن لك ولأهل بيتك. فالقرآن كله يعني سبحان الله تدخل في باب الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. باب استذكار القرآن وتعامله. والله أحسن ما نعمر به أوقاتنا هو كلام الله سبحان الله.
أحلى أوقات مش تقضيها في مع كلام ربي سبحانه وتعالى، تتلقى رسالات ربي سبحانه، تكرر آيات الله بحب بلذة. أن معناتها أوصي بنات المسلمين وشباب المسلمين كل بالإقبال على القرآن، لأنه سبحان الله يعني القرآن غنى لا فقر بعده. ربي يهديهم إن شاء الله الشباب تويكا، ربي يهديه لحمل كلام ربي سبحانه، لأنه هذه أعظم منا يمن بها الله علينا هو كلامه سبحانه وتعالى. كيف نجعل القرآن حتى يتلقى القرآن رسالات من حبيب إلى حبيبه؟ الله عليه بالقرآن ومن أراد أن يكلم الله عليه الصلاة.